عمرو بطوخي، معذره الاستاذ اشرف سعد رئيس نادي قنا وعضو اللجنه المشرفه على الانتخابات. اشرف السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الناصر، الله يخليك اشرف بيه، لعلك بخير. الله يخلي ساعتك عبد الناصر بيه، الله يخليك. يعني ماذا حدث بكل امانه بما فيها المشاكل؟ والله هي جمعيه العموميه بالمجمل العام النهارده كانت تؤتي ثمار كبيره كثيره جدا جدا، ولكن عبد الناصر بيه معروفه الجمعيات العموميه بيبقى فيها مشادات مختلفه لان بتجمع عناصر جمهوريه مصر العربيه كلها على مستوى الجمهوريه، فكان لابد ان بيبقى فيها بعض المشادات اللي تمت النهارده. كان طبعا سببها اولا تذمر اخواني وزملائي الصعيد على وجود المكان، على اعتراضهم على وجود المكان، وبالتالي استجاب الاستاذ محمد ابو الوفا للموضوع ده. هو الاستاذ محمد ابو الوفا اعترض على المكان ولا اعترض على انه اسمه ما كانش موجود في الفيلم التسجيلي بتاع الانجازات؟ والله ده اللي عرفناه بعدين، ان هو كان اعتراضه على حاجه ثانيه اللي هي كان اسمه يبقى التسجيلي. بس ده كان خضر والنبي بص انت عارف محمد ابو الوفا ده في مقام ابن العم واخويا الصغير، لان انا اكبر منه سنا، ولكن نحن هنا في منبر الحق. محمد ابو الوفا كانت غضبته على كان اسمه ما كانش في الفيلم التسجيلي بتاع الانجازات، وليس كان الصعيده قاعدين ورا. لا برضه لا، كانت غضبته برضه كانت بتشمل اخوانه الصعايده في ما ماشي من ده من ده على ده، مفيش مشكله من ده على ده. بالظبط يا فندم بالظبط، ولكن برضه انا بحيي الكابتن هاني ابو ريده والمهندس هاني ابو ريده اختراقا للموقف وتقديم الاعتذار لكل اعضاء الجمعيه العموميه، وتقديم الاعتذار للصعايده بالتحديد، وحتى لما حصلت مشاده بين او اعترض الاخ الفاضل الزميل هشام شوره رئيس نادي الطيران على انفعالات الكابتن محمد ابو الوفا، برضه الكابتن هاني ابو ريده كان بصدر رحب تقبلها بصدر رحب. كان في اعتراض برضه من عمنا الكبير فايز بيه رئيس نادي طنطا على الكابتن هاني ابو ريده، وبرضه الكابتن هاني ابو ريده قابل الموضوع بصدر رحب. جمعيه العموميه عبد الناصر بيه معروفه بشدتها بحيوتها، ولكن الشكل الايجابي اللي شفته في الجمعيه العموميه النهارده ان الاتحاد بيستجيب للرغبات الاخيره، بيستجيب لانه يشكل لجنه ويقيس. يا اشرف بيه الاستجابه دي في منظور المراقبين اللي زي حالتنا دي انتكاسه للكوره. حضرتك النهارده احنا ياما نادينا وانت معانا قبل ما تطبقوا دور المحترفين، قولوا لنا هيتطبق ازاي. القرارات العشوائيه ادت للتراجع في نص الموسم، هو في كده؟ ما برضه الجمعيه العموميه كابتن عبد الناصر جزء لا يتجزا من الاتحاد. طب ما جابش ليه الجمعيه العموميه وناقشها يا كابتن في الاجازه قبل الموسم ما يبدا؟ صح. هو يا ريس طبعا ده انت حضرتك محقق في الموضوع دوت، بس احنا لما نلاقي في جانب من الجوانب بيعترف بخطا ويبتدي يرتد على القرار هو خده بشكل خطا ويفتح باب المناقشه فيه، فده شيء ايجابي، انا شايفه شيء ايجابي ان انت يفتح لك باب المناقشه فيه وتبدا انت ترجع لصوابك من جديد. انا ده وجهه نظري الشخصيه. لا بالعكس، وجهه نظرك تحترم، وان تاتي متاخرا افضل من ان لا تاتي ابدا. بالظبط يا فندم بالظبط. وانت عارف حضرتك ان احنا اعترضنا من البدايه على دور المحترفين، واعترضنا على تقسيم مجموعه الصعيد وجعلها مجموعه واحده على مستوى الجمهوريه، لان ده بيهدد احنا ككيان في انديه الصعيد على مستوى الجمهوريه. ده كله اعترضنا كانت من البدايه، زي ما بنعترض على بند الثمان سنين او غاء بند الثمان سنين، وزي ما بنعترض ان زي ما اعترضنا ان كان ممكن يبقى النهارده في يوم واحد جمعيتين عموميه، جمعيه عاديه وجمعيه غير عاديه، وده شيء ما شفناهوش اصلا في الجنة. كل ده برضه الاتحاد كون ان هو يتراجع عنه مع رغبه الجمعيه العموميه، ده شيء ايجابي، انا شايفه شيء ايجابي ما عهدناهوش قبل كده يعني. بشكرك شكرا جزيلا اشرف بيه سعد رئيس مجلس اداره نادي قنا.